هل تعتبر أن الرئيس الحريري اليوم مستقيل أم غائب؟ مستقيل مستقيل، وهون خليني أقول أنه البعض اللي عم بيجربوا يشدوا بالاستقالة وأنه لا وكذا، رئيس الحريري استقال وخلص، يعني استقال واستقالته شبعت استقالة. لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس، وقد تمنى علي التريث في تقديمها، فأبديت تجاوبي من مع هذا التمني. أنا أكيد بثلاث ساعات بيرجع، يعني بس مدة الطيران من الرياض لبيروت، هلأ بيرجع بلحظة. إذا حسب الله بيعمل إعلان أنه أنا أخذت قرار أنسحب من أزمات المنطقة. ميشيل عون دون بالتزامن مع وصوله إلى روما أن حزب الله يشكل مقاومة شعبية، فمقاتلوه حاربوا تنظيم داعش الإرهابي، وعندما تنتهي الحرب على الإرهاب سيعودون إلى البلاد. من بها الغرابة أنه رئيس حكومة لبنان منه موجود بلبنان؟ تضمن أنت حياة الرئيس الحريري؟ ما شفت من مات كمان، كأنه عم نقفز فوق وضع مش تعمل. رئيس الحريري اليوم أكيد ما بقى فيه يغير ولا بده يغير بسقفه السياسي، بيرجع بيروت شو بيعمل؟ على أن الحريري أشار في مقابلته أن لحزب الله دورا سياسيا ولديه أسلحة لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية، وأن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى. هلأ غرد النائب ولي جبلات، قال أفضل تسوية ممكنة برأيي هي حكومة الوحدة الوطنية الحالية ولن أزيد. كيف تقرأ هذا الموقع؟ أنه ما بده يغير الواقع السياسي القائم، منضل رايحين صوب الهوية إذا استمرت بحكومة الوحدة الوطنية هيدي؟ أي وحدة وطنية؟ أما أول شيء، في البعض مستعجلين نطلع من الحكومة، ما رح نطلع من الحكومة. نحن بنطلع من الحكومة وقت نحن بدنا نطلع من الحكومة. يروقوا بالهم منيح منيح، إذا البعض ذاكرتهم قصيرة نحن ذاكرتنا مش قصيرة. أنا استغربت كيف ما استقال قبل هلا. بالحقيقة صارت كتير أشياء بالسبعة ثمان أشهر الأخيرة ما بتخلي حدا يحترم حاله يقدر يكفي. عشان هيك أنا لابس مثل ما لابس اليوم. أوه، رجع الأزرق. كيف لكان؟